هذه حلقة جديدة من برنامج رفقة الصالحين مبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ونبي الله صلى الله عليه وسلم كان نموذجا للابتلاء، ليكون صلى الله عليه وسلم قدوة لكل مبتلى في كل نوع من الأنواع. هل توقفت بقى الابتلاء؟ اللي فاتكم واللي جايكم تاني خالص. 40 سنة حضرتك بيتقال للنبي الصادق الأمين، فجأة وهو عند سن 40 كمال الرشد يتقال له الكذاب الخاين، تركب ازاي؟ فقد ايه الالم؟ مع ذلك القران نزل يقول له فسبح بحمد ربك، قابل ده بايه؟ فسبح بحمد ربك، قول سبحان الله وبحمده، تقوم تنسى هذا الهم. صبرا اهل فلان موعدكم الجنه. هو في اجمل من الجنه تمن؟ وفي اجمل من الجنه تمن؟ صعب. ايه ده ايه ده؟ ده 10 اشخاص بيقلمونا، ما بالك لما يبقى عشر البلد راحت. انا بسال مشاهدينا قبل ما اسال حضرتك، ماذا كان سلوك النبي لما حصل هذا؟ ما عادش حط ايده على خده، ما بكاش وما دمعش. عارف عمل ايه حضرتك؟ طلب من الصحابه ان يصطفوا خلفه، عشان ايه؟ قوموا خلفي اثني على ربي، يعني يشكره. كان ربنا نزل عليه قوه تحمل. سنتي. قادر اكمل. سعاده المرء في ثلاث، اذا ابتلي صبر، إذا أنعم عليه شكر، إذا أذنب استغفر.